هذه عين مرميلادية، ستيلا لديها عين واحدة. توقفي عن الضحك، حتى عين واحدة لذيذة. أوه، لدي فكرة لمزحة. سأتظاهر بأن عيني سقطت. سوف تكون الفتيات خائفة جداً، سيكون مضحك. سكبت الكاتشب والآن أخذ العين وأضعها هنا. ستيلا انظري، سقطت عيني. هل أنت جادة؟ هذا مخيف، أبعديها عني بسرعة. أوه، لدي عين الآن في فمي. اختنقت يا فتيات، ساعدوني، لا أستطيع التنفس. يا إلهي إيلي، نحن بحاجة لإنقاذها. يا لها من حبوب لذيذة، أريد ملعقة أخرى. ماذا؟ هذه عين من أين؟ تم إنقاذ إيلي، أستطيع أن أنهي عيني. سأحاول قضمها. لذيذ، وهكذا انتهيت. إيلي الآن دورك. أنا سعيدة جدا، لدي عشرة عيون مرميلادية، رائع. سأضع كل شيء في فمي. أوه يا فتيات، وضعت 10 قطع مرة واحدة، أريد أكثر. لا، هذه عيوني، سوف أكلهم جميعا. كم هذا لذيذ، أريد المزيد والمزيد. ستيلا، لن أشارك معك. إيلي، توقفي عن النظر هكذا، لن تأخذ هذا مني. لقد أكلت كل شيء، كان لذيذ، لم أستطع التوقف. أوه، ما هذا؟ لقد نما لي عيون جديدة. يا فتيات، أنا أبدو مثل الوحش. واو، تويكس، هذا لذيذ جدا. إيلي لديها قطعة؟ حتى لو قطعة واحدة إنها لذيذة. هاي، احذري. آسفة، خطرت لي فكرة رائعة. أنا فقط يجب أن أقطع لتويكس بالمنشار. خفتم؟ لا تقلقوا، المنشار فقط للتويكس. الآن سأقوم بتقسيم القطع إلى قطع صغيرة وأكلهم بكل سرور. أوه، من الواضح أن المنشار أخافكم حقاً. لا مشكلة، الآن سوف أكل كل شيء. هذا لذيذ. الآن حان دوري لأكل 10 قطع من التويكس. نتخلص من الأغلفة، جاهز؟ لم يسبق لي أن أكلت الكثير من التويكس. أوه، هذا لذيذ. أنا أحسد نفسي. جميل جدا. أوه، خطرت لي فكرة، يمكنني أن أضع التويكس في زجاجة الحليب، وهكذا سأحصل على مخفوق الشوكولاتة. أستطيع أن أكل تويكس وأشرب حليب الشوكولاتة. حصة مزدوجة من طعم الشوكولاتة، رائع. أجرب. كم هذا لذيذ، طعم مضاعف. أنا انتهيت، الآن حان دورك أنت. أوكي، أحتاج أولاً إلى التخلص من جميع الأغلفة. هذا سريع. الآن خطرت لي فكرة ممتازة، سأبني برجاً ضخماً وطويلاً من التويكس. لهذا أحتاج إلى ملعقة ونوتيلا. جيد، هذا يكفي لي. أوزع النوتيلا على التويكس وأبني برجاً طويلاً وضخم. واو، برج التويكس كبير جداً، أحتاج إلى سلم. هذا لذيذ جداً. ماذا يحدث في الأسفل؟ لقد أحببنا البرج ونريد أن نأكله. أو لا، أنا أسقط. أوه، من الجيد أنني ارتديت خوذة البناء، لقد حمتني. إيلي لديها 100 طبقة من البرينجلز، لكن ستيلا لديها شريحة واحدة فقط. لنبدأ مع ستيلا، من المؤكد أنها ستنتهي بسرعة. شريحة واحدة من الشيبس قليل، كيف يمكنني أكلها إذا لم أتمكن من إمساكها؟ بالضبط، يمكنني أن أتظاهر بأنني عالمة أبحاث، ثم أستطيع فحص شريحة من خلال عدسة مكبرة. أمسكها بالملقط، نجحت. إنها صغيرة جدا، وحان وقت التجريب. لماذا تجلسون هكذا؟ حسنا، إنه دوري، لدي 10 طبقات من الشيبس. لا أستطيع فتح العبوة، لكن لدي فكرة، أحتاج فقط إلى قطعها بالمنشار. كان يجب أن أفعل ذلك على الفور. الآن أرمي الشيبس وألتقطهم في فمي. نجحت. هذا لذيذ. يا بنات، ما رأيكم؟ العلبة سقطت على رأسي. اللحظة المفضلة عندما سقطت العلبة. الآن حان دوري، لنبدأ بأول عبوة. كم هذا لذيذ، يا
يمكنني تناولهم إلى الأبد؟ 100 عبوة من الشيبس؟ أوه لا! إيلي، توقفي عن رمي العلب! يجب أن أرتدي خوذة قبل أن تصل إلى رأسي! هاي قفي! مؤلم! ماذا تقولون؟ آسفة، أنا مشغولة بأكل الشيبس! إذا كان الأمر كذلك، سنهدم جبل الشيبس! أولا! أحسن عملاً! لا أستطيع النهوض! لدي بذرة واحدة فقط! يجب أن أتناولها! حسناً، سأجرب! إيه، مقززة! خطرت لي فكرة! إذا كانت بذرة، أستطيع أن أزرعها! أحتاج فقط إلى وعاء من التربة ومجرفة! جاهز؟ وماذا سينمو الآن؟ لا شيء ينمو! سوف أضطر للانتظار طويلاً! هيا، كل الآن! حسناً، سأجرب هذا البروكولي! طعمه فظيع ومقزز! يجب أن أتخلص من هذا الطعم الرهيب بالكوكاكولا! ها هي المنقذة! انتظري، أحتاجها لسقى بذرتي! الآن يجب أن ينمو كل شيء بالتأكيد! علي الانتظار قليلاً! واو، هذا سريع جداً! لم أكن أعتقد أن الكولا ستساعد هكذا! شجرة بروكولي كاملة! والآن علي أن أكلها! يا إلهي، لا أحب ذلك! يا له من طعم مقرف! مضحك، هيا كلي! أكلت كل شيء، توقفوا عن الضحك، استل دورك! أنا لا أريد أبداً! علي التوصل إلى حل! بالضبط، يا فتيات، ماذا هناك؟ بينما هم مشتتون، سأرمي كل البروكولي وأتظاهر بأنني أكلتهم! أنا ذكية! لا يوجد شيء هناك! هاي ستيلا، ماذا تفعلي؟ ترمين البروكولي، ألا سوف ألتقط كل شيء! من المؤكد أن هذا الوعاء سيتسع لبعض البروكولي! يجب أن تأكلي كل شيء! ممتاز! أنا انتهيت يا فتيات! حقاً؟ ومتى ستأكلي هذا؟ هيا، تناولي البروكولي! هذا فظيع للغاية! والطعم والرائحة سيئة! هي رهيب! هل علي إنهاءهم؟ لقد دخلتم إلى التحدي الفني! من يرسم أفضل يحصل على الجائزة! هيا نكتشف ماذا أرادت ستيلا أن تهدي نيك! واو، لعبة بوبيت! لطيفة، على شكل قلب! الجائزة الأولى مذهلة! يمكنكم أن تبدأوا برسم البوبيت! لم يسبق لي أن رسمت بالسكيتلز! يجب أن يكون مشوق! دعونا نفتح العبوة! ولكن أولاً يجب أن أجرب! يا فتيات، هذه سكيتلز حقيقية! لذيذة جداً! أنا من محبي هذه الحلوى! الآن ستأكل كل شيء ولن يكون لديك شيء لترسم به! دعني أريك مهاراتي حول كيفية الرسم باستخدام حلوى السكيتلز! هذا سهل! سوف ألعق الحلوى وألصقها على الورق! انظر! حصلت على رسمة رائعة ومشرقة من الحلوى! فقط ألقوا نظرة على هذا القلب الذي صنعته! نيك، ما رأيك في رسمتي؟ واو، تبدو رائعة! كيف يمكنني أن أرسم بالسكيتلز؟ بالضبط، يمكنني وضع الحلوى في لوحة الألوان! إذا قمت بترتيب سكيتلز حسب اللون وسكبت القليل من الماء، سأحصل على ألوان مائية حقيقية! انظروا! لم أفكر في ذلك حتى! أنا متأكدة أنني سأنجح! يمكنني بالتأكيد رسم قلب لطيف بهذه الألوان! انظروا فقط! لقد حصلت على ألوان ولكن من السكيتلز! مدهش! أنا بالتأكيد بحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل! ستكون رسمتي أفضل من رسمة آلي! لا تسترقي النظر! ستيلا، ترسم أفضل مني! سأريكم ما أنا قادر عليه! كل ما علي فعله هو سكب الماء على رسمتي! وبعدها ستعطي الحلوى لوناً وسيصبح قلبي ملون! أصبح الماء متعدد الألوان! كل ما تبقى هو دهن كل شيء بفرشاة! ما رأيكم بتحفتي؟ هل أنت متأكدة أنها تحفة؟ إنها أشبه ببركة ملونة! أنا أحب أكل السكيتلز! لكنهم انتهوا! لم أرسم أي شيء وما زلت جائعاً! إيلي، شاركيني! لقد وسختيني! حسناً حسناً! هذا مهدئ للأعصاب! ماذا؟ انتهى الوقت! يا رفاق، توقفوا! أظهروا أعمالكم! يا إلهي، نيك، لم ترسم أي شيء! رهيب! ماذا عن إيلي؟
قررت أن تصنعي الأوريغامي لكنني طلبت رسمة. هذا السيء. ماذا لدى السلة؟ واو، ما أجمل هذا القلب، ويا لها من ألوان زاهية. رسمك بالتأكيد يستحق الجائزة. هزمت الجميع. البوب إيت لك. هاي، أنا سعيدة جدا، يمكنني اللعب عليه إلى الأبد. لكن انتظروا، هذا كان مقدرا لنيك. هذا لك، أردت أن أخبرك أنني معجبة بك. شكرا ستيلا، أنت رائعة. هاي نيك، توقف عن ذلك. أنت أيضا رائعة. لدي جائزة أخرى لكم. ألا تلعلك هذه؟ أتعجبكم؟ إنها لذيذة جدا. عليكم بالتأكيد أن تتنافسوا. لديكم وقت محدد، وهذه المرة لن تضطروا إلى الرسم. عليكم أن تجمعوا اللغز. الوقت يمضي. يا فتيات، أنا محترف في تجميع الألغاز، لا تحلموا حتى في التغلب علي. هذا جزء هنا وهذا هنا. ممتاز. واو، نيك يركب اللغز بسرعة. لكن لدي فكرة، يمكنني أن أخذ كل قطع اللغز منه. دعونا نرى كيف سيفوز. أوه، اللغز. لا أحد يحب المحتالين. سأكمل اللغز بشكل سريع وأتناول الحلوى مع نيك. اللغز سهل جدا، يمكنني حله بثوان. القطعة الأخيرة هنا. لقد فعلتها بسرعة. أوه ستيلا المغرورة، يمكنني حتى أن أفسد لغزك أيضا. وهكذا سأكون أنا الفائزة. دعونا نذوبه قليلا. ممتاز. لا، لقد خربت كل شيء. نيك انظر. إيلي أفسدت اللغز خاصتك أيضا. إيلي لن تفوزي، سأكمل اللغز وسأفوز. أوه، كم أنا متعبة من انتظار عملكم. الوقت انتهى، أروني. هذه بالتأكيد لا تشبه آلة العلكة. رهيب. ماذا عن ستيلا؟ هذا ليس حتى لغز. ماذا حدث له؟ لا أفهم. حسناً، ماذا عن إيلي؟ واو، إيلي أنت الوحيدة الذي أكملت اللغز. أحسنتي. آلة العلكة لك، تفضلي. واو، هذه آلة علكة حقيقية، مذهل. أريد أن أتذوقها بسرعة. يا لها من كرة جميلة ولذيذة أيضا. أريد المزيد. أريد كل العلكة دفعة واحدة. واو، لذيذ. ربما سأحاول نفخ فقاعات ضخمة. ما رأيكم بهذه؟ تبدو مذهلة. ستكون مذهلة أكثر عندما تنفجر. هذه الأبرة الحادة يجب أن تفي بالغرض. مضحك جدا. العلكة على وجهك تليق بك يا إيلي. أنا خايفة. لا، شعري وحجبي. لا أنظر وأنا وحش. علي إعادة كل شيء. فكرة مضحكة ليك. يا له من قرف، لقد استعدت شعري وحتى حجبي. أيها الطلاب، أنتم بالفعل هنا. كنت أقيس جائزتكم. هذه المرة ستكون التاج. جميل جدا. سأفوز بهذا التاج من أجل ستيلا فقط، لأنها أميرتي. ستكون الأجمل. نيك، لا تحلمي حتى هذا لي. ماذا علي أن أفعل للفوز بالتاج؟ سوف ترسمون بمستحضرات التجميل. هيا بنا نبدأ، الوقت يمضي. أنا أحب مستحضرات التجميل، سيكون أسهل انتصار لي. أنا أقوم بوضع المكياج كل يوم، لذلك رسم تصميم على الورق باستخدام المكياج سهل. سوف أستخدم هذه الظلال اللامعة الجميلة. هذا يليق بي. الرسم بالمكياج، أول مرة أرى هذا. قلمك حل، بمساعدته سأحصل بالتأكيد على رسمة رائعة. أحتاج فقط إلى رسم التاج. هكذا. لدي قلم مثله أيضاً. سأحاول أيضاً رسم التاج. هذا بسيط جداً. الرسم بالمكياج سهل للغاية. أرى أن ستيلا تحب رسماتي. هذا جيد بالفعل. ماذا تفعل إيلي؟ يا له من مكياج جميل وضعته لنفسي. ماذا؟ بدأتم بالفعل برسم تيجان؟ انتهى الأمر، حان دوري للفوز الآن. أنا بحاجة إلى صرف انتباهكم قليلاً. نيك، انظر إلي. ما هذا بأنفي؟ لا، دمرت رسم ستيلا. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لحظة. لا، لا تلمس، لقد دمرت
كل شيء. كيف سأصلح الأمر؟ بالضبط، ستيلا سأعطيك رسمتي، يجب أن تفوزي. الحب الحب، حان الوقت لي لرسم التاج. يمكنني أن أصنع فن الأوريغامي، هذه الورقة ستصبح تاجاً ورقياً لطيفاً. لا يشبه التاج لكنني سأحاول. حان الوقت لتلوين الرسمة، لدي أحمر شفاه أرجواني، بمساعدته سألون كل شيء بسرعة. واو جميل، لكن كان بإمكاني أن أفعل ما هو أفضل. أنا أريد أن أصنع تاجاً باستخدام 2 من أحمر الشفاه، سيكون تاجاً جميلاً. سأفعل ذلك أسرع إذا قمت بالرسم بكلتا يدي. كل ما تبقى هو تلوين كل التفاصيل وكل شيء سيكون جاهز. دعونا نضيف اللمسات الأخيرة. ألون هذه الألمسات. ماذا بعد؟ بالضبط، البريق واللمعان. التاج يجب أن يلمع. أيها اللمعان، افعل ما هو مطلوب. لا تحلموا أن تهزمونني. أوه، انتهى الوقت، حان الوقت لإظهار أعمالكم. بمن سنبدأ؟ تاج ستيلا ملطخ جدا، أنا لا أحبه. ماذا عنك؟ أوه، هذا يبدو قليلا مثل التاج، لكنني طلبت رسمة. ماذا فعلت إيلي؟ واو، جميل جدا. إيلي، لقد رسمت تاجا جميلا بشكل لا يصدق. فعلتيها، أنت بالتأكيد تستحق التاج. واو، هذا غير متوقع. هذا أميري مع باقة وردة لطيفة. يا إلهي، هذا مخيف. إلا أن أنت ذاهبة أيتها الأميرة. أنت هي أميرتي، لدي تاج ورقي لك. إنه جميل، شكرا لك نيك. هذه لك أيضا، أنت تستحق هذه الباقة. ابتعد عني أيها الوحش. أين الجائزة الأخيرة؟ غريب، أين وضعتها؟ لقد نسيت. سأتذكر الآن، انتظروا. بالضبط، تحت قبعتي، لقد تركتها هناك. إنه خاتم ألماسي، تعرفون القواعد، من يرسمه أفضل يحصل عليه. نيك، توقف عن الشرود، أنا في انتظار أجمل الرسومات. يا له من خاتم مذهل. أوبس، بدأ الوقت. هذه المرة لدينا ألواح مغناطيسية، يمكنني بالتأكيد التعامل معها. لقد أمضيت طفولتي بأكملها في الرسم على هذا اللوح. الفوز بجيبتي. أحتاج إلى الرسم بسرعة حتى أسبق إيلي. رسوماتي ستكون بالتأكيد أكثر جمالاً. ماذا تفعل إيلي؟ واو، يا له من رسم جميل. أريد أن أرسم مثله بالضبط، لكنني بالتأكيد لن أتمكن، وهكذا لن أفوز بالخاتم. سأحل الموضوع. إيلي، انظري هناك. ممتاز، كان هناك رسم والآن لا شيء. حاولي الرسم مجددا، ولكن بقلم خشبي عادي. ماذا حدث؟ أين رسمتي المثالية؟ أحتاج إلى إعادة كل شيء. لماذا لا يرسم؟ هذا قلم حقيقي. نيك، هل فعلت ذلك؟ لم أفعل أي شيء، أنا أرسم رسمتي. حسناً، سوف أتخلص من رسمك الآن. هل يعجبك ذلك؟ لقد مسحت رسمتي، كان يجب أن أفوز. الآن كيف سأزيل هذا المغناطيس؟ لا أستطيع، لقد تعلق بشدة باللوح. إيلي، لقد دمرت كل شيء، أنا بحاجة للتوصل لحل. بالضبط، ستيلا أعيديني هذا، علي الرسم أفضل من إيلي. لا تأمل حتى. لقد وصل الوقت إلى نهايته، أظهروا أعمالكم الآن. ستيلا، ليس لديك شيء، هذا مرعب. وماذا رسمت إيلي؟ هذا ممتع للغاية. ماذا لدى نيك؟ واو، جميل، لقد رسمتم خواتم جميلة جدا. إذا سأختار الفائز فقط عن طريق القرعة. نيك يفوز. لديك أجمل رسمة، بالتأكيد تستحق هذه الجائزة، تفضل. شكرا. ستيلا، أحضرت لك هذا الخاتم، أنت أميرتي. أريد أن أقدم لك هذا الخاتم الألماسي حتى تعلمي دائما أنني أحبك أنت فقط. كم هذا لطيف، أنا سعيدة جدا يا نيك، هذا الخاتم يليق بي كثيرا. لماذا لم أحصل على الخاتم؟ أنا أريد البسكويت. سهل جدا. حسنا، هيا بنا. أنا لم أقم بإعداد بسكويت من قبل.
أوه هذا شوبك. علي ضرب العجينة هكذا. عزيزتي ليس هكذا. دعيني أريك. تمدي العجينة بالشوبك هكذا وتقطعي بعض الدوائر، تضعيهم على صينية الفرن وبعدها إلى الفرن. والآن ننتظر فقط. لقد صنعتم كل شيء بسرعة، كيف ذلك؟ اللعنة، ربما هذا الشيء سيساعدني. بالضبط، من المريح جدا أن أقطع شكلا دائريا به. إذن ما هي الخطوة التالية؟ السكيتلز، أنا أعشقه. أضع البسكويت الضخمة في الفرن. والآن بسكويتاتي جاهزة. الشيء الرئيسي عدم المبالغة في خبزها. رائحة طيبة، هذا مثالي. هذا أبعد ما يكون عن المثالية سيدتي. الآن سأريكم المثالية والكمال. أدهن هذه القطع بالكريمة وأركبها معا وبيتي جاهز تقريبا. تبقت فقط الزينة. الآن أضيف إليها السكر البودرة في الأعلى. يبدو مثل الثلج تماما. هذا هو الكمال. واو هذا رائع فعلا. لكن ما هذا؟ نار نار، هناك شيء يحترق. بسكويتتي احترقت، اللعنة. ما هذا؟ ذابت الحلويات بسرعة، اللعنة. أختي أنا آسفة. واو من أين سأبدأ؟ ما هذه؟ لا تبدو شهية على الإطلاق. هؤلاء أفضل بكثير. وهذا المنزل يبدو جميل، سأبدأ به. ولذيذ أيضا. هذا مثالي، أنا أعشق هذا المنزل. لن أجرب أي شيء آخر، المنزل هو الفائز. مبروك شيف. شكرا لك. لم أتناول البرجر منذ فترة طويلة، حضروه لي. هذا مقزز. لحمة نيئة، لا أريد صنع البرجر منها. لكن لدي فكرة، سأصنع برجرا حلو لأختي وستحبه بالتأكيد. سأضع هذه النوتيلا. شهي. والآن بعض المارشميلو. لكن البرجر الحقيقي يحتوي على شريحة لحم لذيذة. سأحمص الخبز أولا. لكن ماذا تفعل الشيف؟ هذه حيلة جيدة. لكن ما هو أهم من هذه الحيل البارعة هو طهي كل شيء بحب، وأنا بارعة في ذلك. الآن أقلي شريحة اللحم هذه، والآن يمكنني قلبها. ماذا تفعلين؟ ألا تري جدتي؟ أنا أحمص هذه المارشميلو. ممتاز، الآن أضيفها إلى البرجر. أضيف شرائط المرميلاد المفضلة لدي وخبزة في الأعلى. تادام، أفضل برجر في العالم جاهز. وأنا علي أن أتنافس مع هؤلاء الهواة. حسناً، لن أشتت انتباهي بأي هراء آخر. البرجر اللذيذ الخاص بي جاهز تقريباً. يمكنني تقديم هذا البرجر في أي مطعم من الدرجة الأولى. الطبقة الأولى جاهزة، والآن نضع باقي الطبقات. ما رأيكم بهذا البرجر؟ يمكنكم أكله طوال الأسبوع. كالعادة أيها الشيف، أنت تعقدي كل شيء. البرجر أبسط من ذلك بكثير. لا أنسى المايونيز والكاتشب. الجميع يحب هذا المزيج. جميل. ماذا تفعلي مجدداً؟ آسفة جدتي، لقد نسيت تقريباً تزيين البرجر. لقد انتهى الأمل، لا تقلقي، حان وقت التذوق الآن. واو، انظروا إلى هذا البرجر الضخم. لا يمكنني حتى قدمه، إنه ضخم ولذيذ. يعجبني، الآن أنتقل إلى برجر جدتي. لسبب ما انهار كل شيء. لا، لن أكله. هل هذا برجر حلو؟ أجرب؟ نعم، لذيذ. يا إلهي، هذا البرجر شهي جداً. هناك مارميلاد وأشياء لذيذة في الداخل. والفائز الشيف. كنت أعلم. أتعلمون ما أحب أكثر من البرجر؟ الناجتس. جدتي استيقظي، هناك تحدي. نعم، أنا هنا.
ناجتس، هذا سهل. أضيفوا بعض الزيت إلى المقلاة. تريد الزيت؟ تفضلي عزيزتي، لكن كوني حذرة. أوه، لماذا لا تسكب هذه الزجاجة؟ هيا. أوه، كم أنت خرقاء. يجب أن أعلمك كل شيء. بالعودة إلى الناجتس، نقطع الدجاج إلى قطع. أكسر بيضة في وعاء وأخفقها جيداً. الآن أغمس قطع الدجاج في البيض ثم في فتات الخبز. وهذا كل شيء، الآن أقليها. ها، انظروا إلى هذا الجمال. هذه ليست وصفة سيئة لكافيتيريا أو مقصف بالطبع، لكن في مطعم حقيقي يتم إعداد هذا الطبق بشكل مختلف تماماً. الآن سترون بنفسكم. وها هو النيتروجين السائل لطريقة تقديم مميزة. توقفوا، لماذا يجب أن أهتم؟ هناك ناجتس جاهزة. أنا فقط سألفهم بهذا الجبن. وفي التشيتوس؟ نعم، علي فقط تفتيت التشيتوس بشكل جيد. فقط انظروا إلى هذا الفتات. لنرى ماذا لدينا. سنصنع ناجتس معجزة في هذه المقلاة. يا له من جمال. آمل أن تعجبك يا أختي. كنت أن أنسى أهم شيء، الكاتشب. كل شيء جاهز الآن. واو، يا له من عرض تقديمي غير عادي. الآن سأتذوق. ليكن صريحة، الطعم ليس شهيًا جدًا. سأتذوق هذه الناجتس الاعتيادية الآن. إنها شهية جداً. ناجتس على عود. واو، هذا مريح. وهناك الكثير من الجبن. نعم، مبروك، هذا الفائز بالتأكيد. شكراً أختي. أريد حقاً تناول بيتزا لذيذة. على الفور. حسناً، الآن صغيرتي، لدي صلصة خاصة مثالية للبيتزا. أنشر بعض الصلصة على قطعة من العجين، ولا أنسى الجبن وبعض قطع السجق. نعم، أضع البيتزا في الفرن الآن وأنتظر. انظري، يوهو، انظروا إلى عجينتي. إيوه، سقطت. اللعنة، جدتي، شكرا لك. الآن أستطيع أن أصنع بيتزا مثالية. من يحتاج إلى معجون الطماطم عندما يكون لديه مارشميلو؟ الآن أضعه على العجينة هكذا. أضيف السكيتلز وأرسم قوس قزح حقيقي بهذه الألوان. واو، يا له من جمال. ما رأيك يا جدتي؟ أليس رائع؟ أحسنتي. من رائع في ذلك؟ الآن أحول هذه العجينة العادية المملة إلى عجينة سوداء. الآن هذا أمر مختلف تماماً. وبهذا الشوبك نطرح العجينة. الآن أضيف معجون الطماطم. هذا معجون الطماطم المفضل لدي، المثالي للبيتزا. الآن نبشر بعض الجبن. وبالطبع المكون السري والأساسي لوصفتنا، الجمبري. بعض بلح البحر والطماطم الكرزية، والبيتزا جاهزة تقريباً. تماماً كما في أفضل مطاعم باريس. الآن علينا الانتظار. حان الوقت لإخراج تحفة الفنية من الفرن. شهية طيبة. تبدو لذيذة. إنها مقبولة. هذه بيتزا غريبة. هل هذا بلح البحر؟ أنا أكره المأكولات البحرية، وخاصة على البيتزا. لا، لن أجرب ذلك. لكن هذه سأجربها بكل سرور. انظروا إلى هذه السكيتلز. مقبولة، لكنني توقعت المزيد. والآن سأجرب بيتزا جدتي. واو، هذه البيتزا تبدو مثالية تماماً. بالضبط ما أراد، هذا الشهي. نعم، أنت الفائزة جدتي. شكراً.